المطرب والملحن الكبير عمرو مصطفى رحب بالمبادرة وأكد أن هي فكرة عظيمة بتخدم المحتوى العربي بشكل عام. طيب النجم الكبير عمرو مصطفى المطرب والملحن موجود معنا تليفونيا، أهلا بك يا أستاذ عمرو. أهلا بك يا أستاذ هشام، إزي حضرتك؟ يا صباح الفل والورد. صباح الفل. إحنا يمكن لسه كنا بنكلم الحاج أحمد السبكي وبنشوف السينما ممكن تكون طريقها شكله إزاي، إنما بقى فكرة الأغاني والفن والطرب والكلام ده كله إزاي ممكن كمان يستفيد بالمبادرة دي؟ صناعة الموسيقى بقالها فترة كبيرة جدا ما فيهاش إنتاج، ما فيش منتجين، ويعني وجود معالي المستشار في الصناعة الست سنين أو الخمس سنين اللي فاتوا ساهم بشكل كبير إن تفضل زي ما هي، يعني في الصناع بتوعها موجودين في السوق العربي. غير كده كان ممكن كنا المهرجانات بقى والأغاني التانية هتبقى منتشرة بطريقة كبيرة أكتر بكتير. أنا شايف الصناعة محتاجة يتضخ فيها دماء جديدة بس تقدر تخدم الصناعة في الكواليتي وفي الصوت وفي الصورة وفي الاستوديوهات، والحاجات دي كلها محتاجينها جدا الفترة الجاية في الوطن العربي عموما، ومحتاجين الـ يعني الـ القوة البشرية اللي هتقدر تعمل ده بشكل وبكواليتي مختلف يقدر يرجع الصناعة تاني لمجدها القديم. والله احنا دايما لما بنقابل اي مطرب او فنان بشكل عام بتسأله مثلا لو حد غايب او كده يقول لك عندي مشكلة في الانتاج، مشكلة الانتاج مسيطرة على ناس كتير جدا من صناع المحتوى، فيمكن الامكانيات قد تتوفر بقى خلال الفترة الجاية على مستويات كتير زي ما حضرتك كده ذكرت، لكن ازاي ممكن بقى يكون عندي محتوى حلو يقدر كده يرتقي بثقافة الناس، وانتم يعني ليكم باع كبير الحقيقة وشغلكم مع كبار فنانين العالم العربي يشهد ليه بالنجاح، وطبعا ليكم زي ما بنقول كده أيادي بيضاء على الفن بشكل كبير. ما هو المساهمة دي هتقدر ان انت تخلي المحتوى بتاعك يكون ليه تسويق جيد، التسويق الجيد ده بينشره بطريقة جيدة، فبالتالي بتقدر تعود بالنفع تاني بالرأس المال اللي انت دفعته. لكن النهاردة الشباب اللي بينتج اغنية وبيحطها على الانترنت لا بيلاقي دعاية ليها بشكل جيد، لا بيلاقي منصات كتيرة يحط فيها المحتوى بتاعه عشان يقدر يرجع فلوسه تاني، والأغاني كلها بتتسرق، على المحتوى بينزل ببلاش للناس كلها، فبالتالي المنتج اللي دفع أرقام كبيرة جدا ما بيقدرش ان هو يعوض الفلوس اللي هو دفعها تاني. لعدم وجود مكان يقدر ان هو يحافظ على المحتوى ده. النهاردة بمبادرة معالي المستشار هنقدر ان احنا نكلم وزارات الاتصالات كلها في الوطن العربي، هنقدر نقول ان نقدر ازاي نقفل المحتوى ده، ازاي يكون في منصة موجودة كبيرة تقدر تحط المحتوى ده لصغار المنتجين، مش كبار المنتجين بس، لصغار المنتجين يقدروا ان هم يحصلوا الفلوس بتاعتهم بطريقة جيدة، هتقدر ان انت توفر لهم المنصات دي، فبالتالي هيعود بالنفع على الشركات نفسها اللي هتحط المحتوى، لانها هتاخد نسبة صغيرة جدا للمنتج الصغير ده بالاتفاق طبعا وبتوجيهات معالي المستشار، فبالتالي هتقدر ان انت تعوض المبالغ المادية بتاعتك. يا سلام لو قدرنا نعمل حاجة زي اليوتيوب تبقى بتاعة الوطن العربي بس، فيبقى بالتالي انت برضو بترجع ان انت كل الناس عايزة تشوف مزيكا مش هتشوفها غير المحتوى على المكان ده. ازاي تقدر ان انت تحصن الاغنية فبالتالي ما حدش يعرف ينزلها تاني على الانترنت، لان الانترنت دلوقتي خلاص بقى هو المكان اللي الناس بتستسهل تسمع فيه، ما فيش حد بيروح يشتري سي دي والكلام ده. النهارده انت بتحط الاغنيه، لو حطيت الاغنيه النهارده على منصه محميه في مليون واحد شافها، لو كل واحد شافها بجنيه جبت مليون جنيه في ساعه. ده كمان من الحقوق الادبيه لاي منتج بشكل عام، يعني ما تقدرش ان انت تصرف مبلغ ما وفجاه تلاقي السوشيال ميديا سربه، خسرت كل ما تملك. ده وحش كبير برضه السوشيال ميديا والصناعه نفسها، المعوقات بتاعتها اللي اتكلم عليها معالي المستشار، ان الصناعه اسعار الناس غاليه جدا كبيره، فبالتالي انت محتاج تضخ كمان دماء جديده للصناعه. يعني انا محتاجه اضخ ملحنين ومؤلفين ومين اللي هيدعم الناس دي عشان يطلعوا شغلهم ويبتدوا ينتجوا اكتر. يعني الموضوع خلاص مش موضوع، الفكره عظيمه، عشان كده انا كتبت الفكره مهمة جدا وهتساعد في الارتقاء بالمحتوى. طب انا لو ارتقيت بالمحتوى هرتقي بمين؟ هرتقي بالمواطن العربي.
هغير فكره، هبتدي ان انا اخلي المواطن العربي ده راقي في تفكيره، بدل ما بيسمع حاجات يعني هو فن برضو، مش عايزين نهاجم غيرنا وزمايلنا التانيين، بس هو فن شعبي. لكن الفن الراقي هو فن تيك اواي زي ما احنا بنقول، بتاع بتاع وقت معين ما بيكملش. بس انت عايز ترتقي بالشعوب دايما. يعني انا كنت سعيد جدا بشركه روتانا لما عملت البوم غنائي لفنان بيعزف على البيانو، مقطوعات موسيقيه بالبيانو. انت كده بترتقي بالذوق السعودي، بترتقي بالمحتوى نفسه. ده دي خطوه مهمه جدا، ان انت النهارده محتاج ان انت ترتقي بالموسيقى عشان ترتقي بالبني ادم. بس واضح ان انت عندك افكار كتير حقيقه. لا كتير. طب قول لي كده القعده بتاعتكم كده الحلوه اللي هتجمعكم جميعا مع معالي المستشار تركي آل الشيخ، كل واحد اكيد هيدلي بدلوه، كل واحد هيقول كلمته، كل واحد هيقول افكاره. افكارك بقى هتكون متركزه حوالين ايه تحديدا؟ انا الافكار بتاعتي هتكون متركزه اول حاجه على ان انت الاول لازم تكون عندك الجيش اللي هتقدر تكون بيه الصناعه. فازاي هتصنع الجيش ده؟ هذه اول فكره. يعني كل صناعه محتاجه جيش ليها عشان تقدر تبتدي ان انت تطور المحتوى. فازاي هتكون الجيش ده؟ ادي اول حاجه. ثاني حاجه، بعد ما الجيش ده هينتج، هيروح الانتاج ده فين؟ ايه المكان اللي هيخلي الصناعه دي تجيب لك الفلوس اللي انت صرفتها على الجيش؟ ما انا مش هينفع ان انا اصرف من غير ما ارجع فلوسي. بالظبط. فبالتالي انا هصرف وهرجع فلوسي ازاي؟ واكسب ازاي؟ واطور ده ازاي؟ هو ده اللي هنقعد نتكلم فيه. نعم طبعا. التعاون كان ما بينك وما بين معالي المستشار كان كتير في اعمال سابقه، بنتمنى طبعا ان التعاون القادم يكون بنفس القوه وبنفس الجوده، واكيد بنشكرك شكرا جزيلا نجمنا عمرو مصطفى. بشكرك الف شكر. بشكر معالي المستشار وبشكركم، وبشكر طبعا منصة ام بي سي ان هي اتاحت الفرصه ان احنا نتكلم في الـ في الـ في الفكره العظيمه دي، وانا شايف ان هو ان شاء الله باذن الله هيكون في حاجه كبيره جدا. يا رب. بشكر نجمنا الكبير عمرو مصطفى، طبعا كنت معانا تليفونيا، بشكرك الف شكر.